في كتاب النجاح في الرياضيات لتلاميذ للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، عندنا الصفحة 48 فيها الأعداد العشرية الضرب. إذن هذه الصفحة 48 فيها الأعداد العشرية الضرب، الدرس التاسع، التمرين الأول: حقل مستطيل الشكل، قياس طوله 46.75 متر وعرضه 32.5 متر. إذن احسب قياس مساحته بسنتيمتر مربع ثم بالمتر مربع. إذن لحساب قياس مساحة المستطيل عندنا القاعدة: الطول نضربه في العرض. إذن مساحة المستطيل تساوي الطول مضروب في العرض، هذه قاعدة غرون ال مضروب تيتال. الطول عندنا هو 46.75 متر والعرض 32.5 متر. إذن نقوم بعملية الضرب: 46.75 مضروبة في 32.5 تساوي، ننجز العملية، 5 مضروبة في 5 25، أكتب 5 وأحتفظ بـ2، 5 في 7 35 زائد 2 لاحتفاظ 37، أكتب 7 وأحتفظ بـ3، 5 في 6 30 و3 لاحتفاظ 33، أكتب 3 وأحتفظ بـ3، 5 في 4 20 زائد 3 23، أكتب 23، أضع نقطة، 2 في 5 10 أكتب 0 وأحتفظ بـ1، 2 في 7 14 زائد 1 احتفاظ 15، أكتب 5 وأحتفظ بـ1، 2 في 6 12 1 احتفاظ 13، أكتب 3 وأحتفظ بـ1، 2 في 4 8 زائد 1 احتفاظ 9، أكتب 9، أضع نقطتين. الآن النقطة الأولى ثانية، 3 في 5 15، أكتب 5 وأحتفظ بـ1، 3 في 7 21 زائد 1 22، أكتب 2 وأحتفظ بـ2، 3 في 6 18 زائد 2 20، أكتب 0 وأحتفظ بـ2، 3 في 4 12 زائد 2 14، أكتب 14، ثم أقوم بعملية الجمع. الآن 5 زائد 0 تساوي 5، 7 زائد 0 تساوي 7، 3 زائد 5 8 زائد 5 13، أكتب 3 وأحتفظ بـ1، 3 زائد 3 6 زائد 2 8 زائد 1 احتفاظ 9، أكتب 9، 2 زائد 9 11، إذن زائد 0 11، أكتب 1 وأحتفظ بـ1، 0 زائد 4 4 زائد 1 الاحتفاظ 5،
أكتبه 5. 0+1 تساوي 1. والآن أضع الفاصلة، عندي رقمين بعد الفاصلة في العدد الأول ورقم في العدد الثاني، رقم بعد الفاصلة مجموع 3. إذن أحسب 3 أرقام ابتداء من اليمين، 1، 2، 3. إذن أضع الفاصلة بين 3 و 9، النتيجة هو 1519.375. إذن 46.75 مضروبة في 32.5 تساوي 1519.375 متر مربع. الآن نقوم بقياس هذه المساحة بسنتيمتر مربع، إذن سنقوم بتحويل، نحتاج إلى جدول التحويلات. هاو جدول التحويلات، العدد أكتبه عندي مكتوب هنا 1519 متر مربع. لاحظ لأن رقم واحد 9 أضعه في الوحدة هي المتر مربع، فاصلة 375، نحولها إلى سنتيمتر مربع. إذن نزيد ثم نضيف الصفر للسنتيمتر مربع، العدد عندي هو 15,193,750 سنتيمتر مربع. إذن العدد هنا عندي هو 15,193,750 سنتيمتر مربع. هل جواب هيثم صحيح أم خطأ؟ جوابه خطأ، لأن نلاحظ هنا عنده 0.75، هنا 0.375. جواب هيثم خطأ، إذا كان خاطئا ساعده مع توضيح ذلك. ما هو الخطأ؟ وضع الفاصلة بين 7 و 3، بمعنى أنه حسب فقط رقمين بعد الفاصلة، والصحيح أنه يحسب 3 أرقام. عاد يوضع الفاصلة، إذن عدد الأرقام بعد الفاصلة في النتيجة هو 3 وليس 2. تمرين ثاني، يوجد في صندوق 35 كيسا، كل كيس يحتوي على 4.25 كيلوغرام من البن. سؤال، أحسب كتلة البن التي يحتوي الصندوق بالكيلوغرام. إذن هنا ننجز عملية عندنا هي عملية الضرب، بما 4.25 مضروبة في 35. إذن ننجز العملية، 5 × 5 = 25، أكتب 5 وأحتفظ بـ2، 5 × 2 = 10 + 2 لاحتفاظ 12، أكتب 2 وأحتفظ بـ1، 5 × 4 = 1 لاحتفاظ 21، أكتب 21.
ثلاثة في خمسة 15. إذن أضع النقطة أولا زائد أضع النقطة. ثلاثة في خمسة 15. أكتب خمسة وأحتفظ بواحد. ثلاثة مضروبة في اثنين ستة زائد واحد سبعة. أكتب سبعة. ثلاثة في أربعة 12. أكتب 12. المجموع خمسة زائد صفر خمسة. أكتب خمسة. اثنين زائد خمسة سبعة. واحد زائد سبعة ثمانية. اثنان زائد اثنان أربعة. صفر زائد واحد واحد. عندنا رقمين بعد الفاصلة في العدد الأول، العدد الثاني ما عنديش. إذن أضع الفاصلة بعد رقمين واحد اثنان، إذن بين سبعة وثمانية. إذن كتلة الكيس في الكيلوغرام هي 4.25 مضروبة في 35 تساوي 148.75 كيلوغرام. تمرين ثالث، أتمم الجدول أسفله باستعمال محسباتي. عندي 10 مضروبة في 3.42 تساوي 34.2. دائما 10 مضروبة في 14.51 تساوي 145.1. دائما 10 مضروبة في 511.61 تساوي 5116.1. ونلاحظ أنه عندما نضرب العدد العشري في 10 نحرك الفاصلة بمرتبة واحدة نحو الجهة اليمنى. إذن 6713.2 مضروبة في 10 تساوي 67132. 100 مضروبة في 3.42 تساوي 342. لاحظ هذه المرة نحرك الفاصلة نزيح فاصلة بمرتبتين نحو الجهة اليمنى. إذن هنا 100 مضروبة في 14.51 عندي مرتبتين رقمين بعد الفاصلة. إذن نزيح الفاصلة بمرتبتين تساوي 1451. 100 مضروبة في 511.61 أيضا مرتبتين دائما، إذن تساوي 151. 100 مضروبة في 6713.2. لاحظ عندي هنا مرتبة واحدة بعد الفاصلة، خص جوج مرتبات، إذن أضيف الصفر. 67,000. إذا العدد 671,320. ألف مضروبة في 3.42 تساوي 3420. إذا هذه المرة ثلاث مرتبات،
نزيح فاصله بثلاثه، عندي هنا غير جوج وضيف الصفر هنا هي ثلاثه. الف مضروبه في 14.51 تساوي 14510. ألف مضروبة في 511.61 تساوي 511610. ولاحظ ألف مضروبة في 6713.2. إذن هنا عندي رقم واحد وهذا فاصلة، إذن نحرك الفاصلة نزيح الفاصلة بثلاث مرتبات، إذن أضيف صفرين، العدد هو 6,713,200. إذن ماذا أستنتج؟ أنه لضرب عدد عشري في عشرة أزيح الفاصلة بمرتبة واحدة فقط نحو جهة اليمنى، ولضرب عدد عشري في مئة أزيح الفاصلة بمرتبتين نحو جهة اليمنى، ولضرب عدد عشري في ألف أزيح الفاصلة بثلاث مرتبات نحو الجهة اليمنى. المعيار الرابع، أتمم الجدول أسفله باستعمال محسباتي لحساب الخارج كما في المثال. العدد الكسري 1 على 2، خارج قسمة البسط على المقام 0.5، المتساوية 1 على 2 تساوي 0.5 أي النصف، 1 على 2 هو النصف. 1 على 4 تساوي 0.25 أي الربع، 1 على 4 أو الربع. إذن 1 على 4 أو الربع تساوي 0.25. 3 على 4 أو 3 على 4 تساوي 0.75. إذن 3 على 4 تساوي 0.75. 1 على 10 تساوي 0.1 أو لا أو نقول العشر صفر. إذن 0.1 أو العشر هو صفر يساوي 0.1. 1 على 100 تساوي 0.01 أو إذن نقول 1 على 100 أو نقول أيضا جزء المئة، جزء المئة 1 على 100 تساوي 0.01 أي جزء المئة. 1 على 1000 تساوي 0.001 أو جزء الألف. إذن 1 على 1000 تساوي 0.001. إذن ونأتي إلى نهاية هذه الصفحة، شكرا على انتباهكم.